يا سادنا القلب هل ضاقت بنا السبل فأوغلت في حمية حزنها المقل كأن سيهات ما غنى الخصاب بها وما تلفت في أرجائها الأمل ولا عبرت صبيا في أزقتها ولا لعبت وما تاهت بي السبل وما حفيت وما زلت بها قدمي وما تعثرت الأحلام والحيل أفق فإن صباحي فيه متسع لقصة أنت فيها النص والبطل. حياكم الله. بهذه الأبيات يتحاور شاعر حلقتنا مع مدينته سيهات الواقعة بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. سيهات التي تبتكر من البحر جمالاً باتساع الفضاء، وشاعرها هو الشاعر الذي يسكن هذا الجمال على عرش الحروف ويرحل بنا بعيداً عن ذواتنا الموجعة كي نحل في ذواتنا العاشقة على أمل أن نحب أكثر. وكلما أحس هذا الشاعر بجرحه يكاد أن يلتهب غسله بالنغم الضاحك وضمده بقافية الفكاهة. إنه الشاعر الأنيق الأستاذ حسن السبع، القادم في ديوانه زيتها وسهر القناديل، الحالم في ديوانيه حديقة الزمن الآتي وبوصلة للحب والدهشة، والباسم في ديوانه ركلات ترجيح. الباسم كثيرا بما ينسجم مع روحه التي تحتفي بالحياة في كل لحظاتها، فهو القائل على سبيل الحقيقة الضاحكة: لقد ولدت في عام النكبة وتزوجت في عام النكسة. سألته مرة عن الجيل الشعري الذي ينتمي إليه، فأجابني بسؤال جميل لا يخلو من ظرفة حين قال: هل الجيل يبدأ بصفارة كما يبدأ الشوط في مباراة كرة القدم؟ أكيدا لا، ولكن من خلال متابعتنا القديمة للأستاذ السبع، ومن خلال اللغة الشعرية التي كتب بها، ومن خلال المواضيع التي تناولها، ومن خلال الشكل الشعري الذي عبر به، من خلال كل ذلك نعرف أنه أحد نجوم شعراء الحداثة الذين برزوا في الثمانينات من القرن الماضي، وإن كانت كتابته سابقة بكثير على تلك الحقبة الزمنية، حيث تفتح وعيه الشعري بداية الستينات، وهي الفترة التي شهدت التمرد الواعي على التراث الشعري التقليدي، فكان هو أحد المثقفين الذين تلقوا هذا الوعي الشعري الجديد، وبقي فاعلاً في عمق المشهد الثقافي السعودي منذ ذلك الحين حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى عام 2017. قبل أن نتعرف إلى قصائد السبع، دعونا نرى كيف يعرف هو القصيدة، وذلك عبر قراءة نص جميل له بعنوان اللؤلؤة، وهي قصيدة مثبتة في ديوانه الأول زيتها وسهر القناديل. يقول: يا مساء الحنين لخاطرة تدخل المستحيل لتصبح لؤلؤة، يا مساء من الوله المستبد لحورية الماء تستل زينتها من عذاب المحار، يا مساء الحنين للؤلؤة تختفي في البحار القصية، كلما لاعنا عشقها نكسر الأبد المتراكم فينا، نسافر في الحبر في تعب القلب في الأمنيات العصية، البنفسج
محتشد في دمي، وانحناءة هذا المساء على قدك الحلو إذ تخطرين وإذ تنظرين انتحار اليمام على شط عينيك. هذا التألق، هذا التدفق يا موعدي بالمياه البعيدة، إنه المتدارك يطرق قلبي وأنت على شفتي القصيدة. إذن هذه هي القصيدة عند شاعرنا السبع، حورية الماء التي لا تتزين إلا بعذابه، واللؤلؤة التي تختفي في الأعماق القصية وتطلب منه الغوص من أجل الحصول عليها. ولكن الشاعر السبع لا يكتفي بتعريف القصيدة فقط، وإنما يعرف لنا الشاعر أيضا، فيقول: دائم الجوى أرق في فؤاده حرق، قد أقض مضجعه واستفزه قلق، نوره قصائده حين يعتم الأفق، في الدجى يؤانسه اليراع والورق، واندلاع أغنية في بحورها نزق، لو يمسها حجر ينتشي فيأتلق. قد تكون الغنائية العذبة من أهم مميزات الشعرية لدى شاعرنا المتفرد حسن السبع. هذه الغنائية التي تتألف عبر التوافق بين جرس كلمة وجرس أخرى، والجوارات اللفظية المتناغمة، والتركيب اللغوي، ناهيك طبعاً عن دلالة الألفاظ والصور الشعرية المبطنة بالعاطفة الصادقة. والأهم من كل ذلك روحه التي دائماً تبشر بالفرح والابتسامة والبهجة والتصالح مع الحياة. ومن أجل أن نستشعر عذوبة هذا الغناء، دعونا نقرأ مقطعاً من قصيدته الجميلة التي أهداها إلى صديقه القاص والروائي السعودي المعروف عبد العزيز مشري رحمه الله تعالى. القصيدة بعنوان مجموعة قصصية لمشري: الزهور تبحث عن آنية، وهي مثبتة في ديوان حديقة الزمن الآتي. يقول السبع: هذا الصباح أفقت، كان الحقل طيش فراشة النشوى، وكنت مطوقا بالياسمين، كان الرصيف يضج بالفوضى وبالمرضى ولغو العابرين، وبطيف ليلاك التي نسج الخيال قوامها وكلامها حورية الأدغال والوهم اليقين، جاريت كل العاشقين فخطفت من زهر المحطة باقة وبطاقة، ورششت فوق بياضها مطرا من النجوى القديمة والحنين، ومضيت تبحث في الظهيرة عن إناء، ها أنت تطرق باب من أحببت، لا أحد هناك منفى ولا أحد سواك، لمن الزهور ومن ستمنح نبض روحك في المساء، ولمن تغني والشتاء هو الشتاء، تلك الزهور تذيب صبرك وهي تبحث عن إناء. وفي نص غنائي تفعيلي آخر من نفس الديوان حديقة الزمن الآتي يقول: يسأل الأصدقاء أي شيء يفجر في مقلتيه البكاء، أيها الأصدقاء كل تلك الإجابات واردة من رطوبة آبة إلى الغرفة الضيقة، ومن الليل والانطفاء إلى رنة الصمت في الشرفة المغلقة، ربما الانتظار، ربما حشرجات الأباريق في ساعة الاحتضار، ربما الاصطلاء بين نار ونار، ربما الوحدة الخانقة. حضور الإيقاع والموسيقى والغنائية واضح جداً في شعر حبيبنا السبع،
ورغم أن قصيدة التفعيل نص مراوغ، إلا أنه يمسك بها من كل أبعادها وليس البعد الإيقاعي فقط. ففي قصيدته تحضر الرؤية التي تمنح الشاعر بعداً آخر، كما تحضر الثقافة التراثية الواسعة التي تكشف للقارئ موسوعية هذا الشاعر الذي كان أحد النجوم التي هندست سماء الحداثة الأدبية في السعودية. ورغم أن بعض النقاد يرون أن الشاعر السبع لم يذهب في الحداثة الشعرية إلى منتهاها، ولم يعد إلى الكلاسيكية في أقصاها، وإنما بقي يراوح بينهما، إلا أنه كان ذكياً في اعتماد قصيدة التفعيلة للتعبير عن معظم تجربته، لأنه وجد فيها الفضاء الشعري الأكثر قدرة على المواءمة بين متطلبات الشعر الحديث والانتماء إلى جذور الشعر العربي الأصيل. التشكيلات الشعرية في تجربة السبع متنوعة وكثيفة، ولا شك أن العناصر الفنية تسيطر على كل هواجسه في الكتابة. ورغم أن قصائده لا تسلم نفسها للقارئ بسهولة، إلا أن دلالاتها حية ومتوهجة ونابضة بالحياة. يقول في قصيدة بعنوان القفص الذي يستعيره للتعبير عن المدينة، وهي من ديوان بوصلة للحب والدهشة، يقول: للعصافير أجنحة لا تطيق السكون، ولنا طائر يذرع الوقت في قفص موصد بين سين وجيم ونون، نطل عليه صباحا نلملم ما قد تناثر من ريشه بعد بادرة هشة للتمرد أو نوبة من جنون، نرتب بالصمت فوضى المساء وننثر حبا به الحاء مفتوحة كالعراء، ونسكب ماء به الميم كاذبة كالسراب، وحين يضيق بنا الوقت نمضي ونوصد بابا صغيرا من الصمت والضجر المعدني ونمضي. ولكن إلى أين نمضي؟ إلى قفص واسع باتساع مدينة، ثرثري يا طيور المدينة فوق الشجر وانشدي لحنك الأزلية، هنا قفص واسع لكل البشر. كما أن لدى السبع قصيدة رائعة ليست بأقل من أخواتها في انفتاحها على الاحتمالات والتأويل، وهي بعنوان نيرفانا. إنه عنوان مراوغ، فهو يمكن أن يرمز إلى الأنثى، ويمكن أن يرمز إلى حالة الحب أو حالة النيرفانا التي ينفصل فيها ذهن الإنسان عن العالم الخارجي عبر التأمل العميق، أو حالة الاستنارة. فلا توجد دلالة مباشرة لهذا العنوان، وإنما انزياحات متواصلة خلال النص. هذه القصيدة عزيزة جداً على شاعرنا السبع، لأنني شخصياً شاركت معه في عدة أمسيات شعرية، وكان يصر على إلقائها في كل أمسية. ولا بأس أن نسمع جزءاً من قصيدة نيرفانا بغناء الفنان محمد عبد الباقي. أجمل لقطة تتخطف الأبصار نيرفانا، وأجرأ لحظة في دفتر الأعمار نيرفانا. عندما كان منظر الشعر الحديث يتحدثون عن القطيعة مع التراث، وفيما كان بعض الشعراء الشباب
ينساقون وراء الفهم الخاطئ للقطيعة كان الشاعر حسن السبع يفهمها على طريقته الخاصة، يفهمها على أنها التعالق مع التراث أعمق وأعمق كي يتمكن من استيعابه ثم تجاوزه. لذلك جاءت تجليات الموروث عميقة في ديوانه بوصلة للحب والدهشة، خصوصا حينما استحضر بعض شعراء التراث. ويتضح لنا من اختيارات لهؤلاء الشعراء أنه يشير إلى تشابه بين حياة كل واحد منهم وبين حياته هو. ففي إحدى قصائده بعنوان صور شخصية لشاعر واحد يقول عن أبي العلاء المعري: فارق السرب عندما خيمت وحشة الزحام، محنة العمر أن ترى، والدجى يأسر العيون، ينحت الصمت والكرى عندما ينحت الكلام. ويقول في نفس القصيدة عن العباس بن الأحنف: ينسج الوهم ظله في ليال بلا صباح، كلما اغتاله الهوى في كمين من الملاح، وهب القلب باقة للأعاصير والجراح، وتشظى مرددا ما على عاشق جناح. ويقول عن أبي نواس: يصعد الكرم سلما أخضر الظلال في صحارى من الظما، ظمأ يشعل الخيال، ظمأ العيس عندما تحمل الماء إنما. ويقول عن أبي دلامة: يسكن الهزل كلما شردته يد العراء، ضحك يملأ المدى غير أن الصدى بكاء. وفي نفس القصيدة، قصيدة صور شخصية لشاعر واحد، استحضر أيضا الشعراء بشار بن بورد، دعب الخزاعي، وأبو الشمقمق. إذن من صرامة أبي العلاء في تعالقه بالوجود إلى دعابات أبي دلامة وما بينهما، تتجلى حياة السبع في كل أبعادها الإنسانية. فهو الجاد حينا، والفكاهي حينا، والمتأمل حينا، والغارق في أحلام أبي نواس حينا آخر. وهكذا دواليك. وفي قصيدة أخرى بعنوان تباريح سوق العطش، يستحضر سحابة الرصافة، ويقصد بها تلك السحابة التي خاطبها هارون الرشيد بقوله التاريخي: أمطري حيث شئت فإن خراجك عائد لي. لكنه، أي شاعرنا، لكنه يستحضرها على عكس مدلولها القديم، وكأنه استحضار مأساوي يجسد فيه مأساة العراق في التسعينات. فيقول: تخطر الآن مثل العروس مزنة ترتدي حلة نسجت من حرير الشموس، الرياح وصائفها، والفضاء لها سكة ورصيف، اذهبي أينما شئت، صبي هنا أو هناك المطر، سوف ترشح ماء سقيما سقوف البيوت العراء، سوف تنزف ليلا دموع السماء على وجنات الصغار وهم يحلمون ويلتحفون الشتاء. نلاحظ هنا أن الشاعر لم يضع مضمون المقولة التاريخية كما هو حرفيا، ولكنه عمل على التناص معها وتهريبها عبر أجزاء إلى داخل قصيدته، كما تهرب البضاعة الممنوعة عبر تجزئتها من خلال الجمارك. وهذا هو منتهى الإبداع. Thank you.
الشعراء عادة إما حالمون رومانسيون وإما ثائرون واقعيون، ونادرا ما يكونون ساخرين، لأن للشعر هيبة ما وللشاعر شخصية لا يمكن أن تتسق كثيرا مع الشعر الساخر الضاحك الذي عادة ما يحمل رسالة الإصلاح الاجتماعي. ولكن الأستاذ السبع الذي نفى في إحدى مقابلاته أن يكون مصلحا اجتماعيا استطاع أن يقنعنا بنجاعة القصيدة الفكاهية من خلال روح الفكاهة التي يحملها بين جنبيه، وقدم تجربة ثرية فيها أصدرها في ديوانه المعروف ركلات ترجيح، الذي يمثل مرآة حقيقية لطبيعة نفسه الباسمة وروحه المرحة. يقول في إهداء هذا الديوان إلى السادة المكشرين: ابتسموا فإنكم لن تخسروا إلا تجاعيدكم. ثم هجى المكشرين فقال: مكشر لم يبتسم مرة قد بز بالتكشير أقرانه، له فم لكنه موصد، لا تنسف النكتة أركانه، يحاذر الضحك وأسبابه خشية أن يفقد أسنانه. حاول الأستاذ السبع تصوير الحياة الاجتماعية في هذا الديوان وإبراز أوجهها المتعددة وأحوالها المتضادة، كما حاول تصعيد منسوب الضحك عبر توظيف المفردات العامية وحتى الأجنبية، وكأنه قد خرج من لغة الشعر الرصينة إلى لغة الشارع البسيطة. يقول مثلا عن سائق سيارة ثري في أبيات بعنوان تطنيش: يأتي الإشارة مختالا فيقطعها، يطنش الذوق والقانون والناس، إن الفلوس التي زادته فخفخة شحت عليه فلم تمنحه إحساسا. وفي مقطوعة أخرى بعنوان ليلى تتسوق يقول: ألا ليت ليلى للنصيحة تسمع، وتصغي لقيس حينما تتبضع، ففي رأسها عند التسوق مارد طويل عريض مستبد مربع، تجيء إلى الأسواق من أجل إبرة وتخرج منها في يديها المجمع. أعتقد أن السخرية في القصيدة هي آخر أسلحة الشاعر في مواجهة الزمن، لذلك تكاد تحضر عند كل شاعر ولكن بنسب متفاوتة، حيث أن السخرية من أي عيب اجتماعي هي عملية تطهير للمجتمع من هذا العيب أيضا، وهي عملية شعرية بامتياز. يقول الأستاذ حسن السبع الذي تزداد بضحكته خصوبة الأرض وخضرة الحياة، يقول: لماذا تكركر ضحكا؟ أيضربك الواقع الحالك؟ وكيف تؤلف هذه النكات وخافقكم بالأسى يعلك؟ فأوغلت في الضحك حتى غرقت، وشر البلية ما يضحك. وفي قصيدة ضاحكة بعنوان الضرة، وقد كان الأستاذ السبع غارقا في الصحافة سنينا عديدة ورئيسا للقسم الثقافي بجريدة اليوم، وكأن الصحافة كانت ضرة لزوجته، يقول: غضبت عليه فمزقت أوراقه وتجنبته كمن يريد طلاقه، لما رأت أن الجريدة ضرة فرضت عليه جناسه وطباقه، لا تعذليه فللصحافة سحرها، فكأن في تعذيبها ترياقه، أو ما سمعت بما يردده الملأ؟ القط يعشق طائعا خناقه. أما المقطوعة الساخرة نذر الحرب فهي تترجم القول الاجتماعي: الزواج مقبرة الحب. يقول السبع:
ليلى منرفزة وقيس غاضب، ولعل حربا بعد حين تنشب. تتطاير الأطباق في عرصاتها، والطاولات على قفاها تقلب. قتل الزواج الحب حتى لم يعد حبا، وأحلى منه صار الحبحب. ثم انتهى مجنون ليلى منشدا، ما فاز باللذات إلا الأعزب. الشعر الساخر لم يختفي عبر العصور، ولكن ربما قل الشعراء الذين يكرسون جزءا من نتاجهم الأدبي في كتابته. والأستاذ حسن السبع من الأسماء الشعرية التي كرست جزءا من منجزها الإبداعي لخدمة هذا النوع من الأدب، الأمر الذي جعل الناقد الدكتور صالح المحمود يتساءل: من يستطيع أن يقنعنا بأن الشاعر الحالم الذي كتب ديوان زيتها وسهر القناديل هو ذاته الشاعر الساخر الباسم الذي كتب ديوان ركلات ترجيح؟ وأختم هذه المقطوعات الساخرة اللطيفة بهذه الأبيات: قالت: نصيف في روما، فقلت لها: روما يصيف فيها من له مال. قالت: فخذنا إلى بيروت، قلت لها: كيف السبيل وقد ضاقت بنا الحال. قالت: فأين سنقضي الصيف؟ قلت لها: في الدار حيث يطيب القيل والقال. قالت: فيا ليتني قد عشت عانسة، أو ليت زوجي نجم الشعر دلال. لم تكن الصحافة بالنسبة للأستاذ حسن السبع حرفة للعيش، وإنما كانت رسالة عالية استطاع أن يسمو بها إلى مستوى الأدب. لقد ذهب السبع إلى الصحافة بعد أن انصهر في بوتقة الثقافة والمعرفة، وأمضى في أروقتها عشرات السنين، وكتب مئات المقالات الأدبية والثقافية، جمعها في كتابه توق الفراشة إلى النجمة. في حفل تكريمه بنادي الخليج في مدينته سيهات في شهر مارس عام 2017، تشرفت شخصياً بإلقاء قصيدة تحتفي به، عنوانها: ريح الكتابة ممحاة الضجر. قلت في بعضها: الأبجدية أفق رافقتك به ريح الكتابة كي تمحو بها ضجرك، تستدرج السحر من أعلى مدارجه في شرفة الغيب كي تحيي به سحرك. لا تعرف الفجر إلا أنه شبح راع المجرة حتى دحرجت قمرك. إذا تأخر عنك الوحي وانقطعت أخباره وطواك الهم واعتصرك، ناداك قلبك: لا تركن إلى مطر من السماء، فدعها واجترح مطرك. وحينما أكملت إلقاء القصيدة وعدت إلى مقعدي بجانبه، همس في أذني شاكراً، ثم قال باسماً كعادته: هذه القصيدة تصلح لحفل تأبيني. قالها باسماً، ولكن الأقدار كانت جادة في الأمر، فبعد 6 أشهر من ذلك الحفل اختاره الله تعالى إليه. رحمك الله يا أبا نزار رحمة الأبرار.